مساء الخير على أحلى مشاهدين، وحياكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب. نتابع فيها شغف الأزياء والموضة عبر السوشيال ميديا مع نيرفانا عبدول. الشباب يشاركون في مهرجان رجال الألمع 9 قرون من الشموخ. تجربة الفنانة بيلا تؤكد الراب ليس مقصوراً على الشباب. أسبوع الموضة في الصين، تصاميم مستوحاة من أبطال كورونا. طيب، في البداية مشاهدينا نروح معاكم لجولتنا في السوشيال ميديا وأبرز الأخبار والتغريدات المميزة لليوم. نبدأها معاكم من حساب إحساس فنان العرب. طبعا في لقاء قديم لفنان العرب محمد عبده يتحدث فيه عن مدى العفوية اللي بيعيشها سواء في السعودية أو خارجها. يعني إيه اللي بتحب تعمله في مصر على طبيعتك براحتك؟ زي ما بعمل في المملكة، يعني أنا بعمل في جدة كيف أعمل هنا في مصر. أنا أنزل السوق، أروح أصلي الجمعة، أروح يعني أمشي مع الناس. الجمهور المصري بيتعرف عليك بسهولة؟ بيتعرف عليك بسهولة. والزحام اللي أنا شفته ده في الشوارع بيعرفوك محمد عبده؟ لا، بس ما يعني ما فيش لمة، أو ما بترك لهم فرصة أنهم يتلموا عليه، لأني بمشي بسرعة أو بأرد التحية بتحية، يعني ما بخليش فرصة مثلا. وبالعكس الجمهور لطيف جدا هنا، ما بيضايق أحد. ويا محمد عبده يا يا سلام عليك يا ابو نورة. تواضع من أهم الصفات اللي تكسب الفنان محبة الجمهور، وكل الفنانين فعلا لازم يتعلموا من ابو نورة كيف يكون التعامل مع الجمهور بمحبة وأيضا بطريقة ودية. شكرا لك يا ابو نورة على تواضعك. نروح لتغريدة ثانية. والاستعداد لليوم الوطني السعودي في مسار متصاعد على كافة المستويات. طبعا في هذه التغريدة اقتنصنا بعض الصور التي نشرها الفوتوغرافي المعروف طارق خوجة لبعض استعدادات الخطوط السعودية لهذا اليوم. كل التوفيق لك يا طارق، ومميز دائما وأبدا. ومن حساب المحب للتقنية والعلوم فيصل السيف نشر فيها تعقيب على مبيعات مؤتمر أبل عن إصداراتها الجديدة. قال في حساب سامسونج أمريكا تسخر من شركة أبل في تغريدة لها على حساب الرسمي كتبت بها بأنهم يدعمون شاشات بتردد 120 هرتز لفترة من الوقت الآن، وذلك بعد أن قامت شركة أبل بتقديم ميزة الشاشة بتردد 120 هرتز على نسخ آيفون 13 برو. طبعا أسلوب التسويق بين الشركات العالمية قد يكون أحيانا لاذع أو ساخر زي ما شفنا في هذه التغريدة. ومحبين آيفون بالتأكيد ألف مبروك لكم الآيفون الجديد. صراحة يعني ما كأن وراء بعض نزلوا، لسه ما خرب الـ 12 جديد. إذا جينا نطلع الـ 13 والله يا خسارة، بس راحت فلوسك يا صابر. طيب خلونا نشوف ايش عندنا في اخبار مثيرة للاهتمام في العالم. نبداها معاكم باول اسبوع، ونبدا في اسبوع الموضة في الصين. تم تقديم تصاميم مستوحاة من ازياء العاملين في القطاع الصحي ونماذج للبدل الواقية واطقم الاطباء والتمريض اثناء مكافحة فيروس كورونا. طبعا واللي صممها معهد بكين لتكنولوجيا الازياء، وأطلق على هذا العرض اسم أبطال على طريق الأذى، طبعا كان تكريما للعاملين في القطاع الصحي. وأنا صراحة يعني هذه لفتة جميلة جدا في الصين أنهم يقوموا بمثل هذا العمل تكريما لأبطال القطاع الصحي والكادر الطبي. ونحن نقول هنا في ساعة شباب أن مهما سوينا وعملنا عشانهم ما راح نوفيهم حقهم ولا وقفتهم أثناء جائحة كورونا. وتحية لكل أبطال القطاع الصحي في السعودية. نروح لخبر آخر وتسديدة رونالدو.
تطيح برجل الأمن. طبعا تسببت هذه التسديدة الخارقة من اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو في تعرض أحد رجال الأمن في الملعب لإصابة بالغة قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة. وظهرت هذه اللقطات اللي قاعدين نشوفها للاعب رونالدو هو يطمئن على رجل الأمن، طبعا مقدما له اعتذار قوي. وصراحة يعني احنا نشوفها انها قوية منك يا رونالدو، بس تسدد على شباك الخصم حتى الأشخاص ما سلموا من تسديداتك. عموما عوافي لرجل الأمن واللي حيحكي هذه الحكاية لأحفاده في يوم من الأيام، إنه رونالدو يا جماعة. طيب نروح لمفاجأة في بطن تمساح. تخيلوا هذه صدمة كانت لصياد تماسيح أمريكي لما وجد في بطن أحد التماسيح عدد من الأشياء القديمة واللي يعود تاريخها الآلاف السنين. ومن المحتمل أن السكان الأصليين لأمريكا كانوا يستخدمون هذه المقتنيات. وبعد طبعا عرضها على خبراء الآثار أكدوا بأن هذه الأدوات لها قيمتها التاريخية، يعني هذا التمساح كان عبارة عن متحف صغير متحرك. تخيلوا صراحة نعيش ونشوف. نروح لختامية جميلة ونختم معاكم فقرتنا مع جديد الفنانة بلقيس وأغنية جنوب الدرب من كلمات وألحان تركي الشريف. خلونا نسمعها سوا. مبارك أكيد للفنانة بلقيس، مبدعة كالعادة ودائما بتقدم لجمهورها الشيء المميز والجميل، ونحن نقولها اليوم مزيد من التقدم والنجاح لك يا بلقيس. وخلصت فقرة السوشيال ميديا، ولكن أكيد مستمرين معاكم وبعد الفاصل شغف الأزياء والموضة مع نيرفينا عبدول. عالم الموضة والأزياء كل يوم في تطور، والمهتمين في هذا العالم كثيرين، وأهمية معرفة إيش الأحداث في سوق الموضة مهم لكل بنت خاصة في هذه الفترة. طبعا منورتنا اليوم نيرفانا عبدول اللي احنا نعرف عنها كثير عن الموضة والأزياء. شرفتينا ونورتينا مرة. شكرا على الاستضافة صراحة حبيبتي. شكرا على ضحكتك الجميلة اللي منورتنا. الله يسعدك يا رب. طب خلينا نتعرف عليك أكثر في البداية، ومتى بدأ اهتمامك بعالم الأزياء؟ بدأ اهتمامي بعالم الأزياء ما أقدر أقول لك، يعني كنت مرة صغيرة وقعدت أتدرش أحب كل شيء يخص الفاشن، كل شيء. كنت صغيرة مرة 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 في الابتدائي كنت أبغى أصير موديل، بعدين شوية كبرت غيرت رأيي صرت بصير مصممة أزياء. بعدين شوية 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 لقيت صرت فاشن بلوجر، وأحس المجال اللي خلاك تقدري مرة تكوني نفسك، تعبري مرة بحرية عن كل شيء تبغي. أحس يعني فتح مجال لناس مرة كثير إنهم يكونوا نفسهم، تعبري عن نفسك يعني كان بيه حتى شغلك. حلو، بديتي في البداية كهاوية في عالم الفاشن والأزياء، بعد هذه الهواية تحولت معاك لمهنة. صح. فإيش مدى التغيير اللي حسيتيه؟ صار في مسؤولية أكثر، صرت ما أقدر كل شيء أقوله إلا أنا متأكدة مرة من المعلومة، لو حد نصيحة معينة I have to double check إذا هي مزبوطة ولا لا. حاجات مرة كثير صراحة. وبعدين
بالنسبه لي صار موضوع اكثر من مجرد انت بس تعبري عن نفسك، تبي تعطي قيمه اكبر للموضوع، تبي تعلمي ناس اشياء جديده، تبغى توريهم حاجات مختلفه ما قد شافوها قبل كده، تبي تحس ان الشخص دخل على حسابك خرج بمعلومه او شاف شيء انسبريشنال تهم او تذم. فبالنسبه لي انا كنت افكر مره كثير وات كان اي بوت اون ذا تيبل، ايش اقدر احط اشياء ما في حطها قبل كده، ايش ممكن اسوي. في مرات كثير اخترع ستايلات، اخترع قدام المرايا، ارتجل انت لغايه ما اوصل لشيء معين لك واو ما شفته قبل كده، خليني اشاركه مع الناس. حقيقي يعني انا شخصيا استفدت كثير من ستايلاتك اللي بتعرضيها على انستغرام، واحب فيديوهاتك العفويه اللي بتلبسي اكثر من شيء. أيوة بطريقه أيوة 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 مختلفه. أيوة بتحاولي تنسقي الوان مختلفه، ستايلات ما شفتها قبل كده، ففعلا شيء مره جميل. وانت ايضا بتشاركي المتابعين ستايلاتك، فهل بتشوفي صعب عليك انك دائما لازم تجددي في هذه الستايلات، لازم تبتكري تخترعي اشياء جديده؟ هو اتس ا جوب، انت شغلك انك المفروض دائما تعطي حاجه جديده للناس، فانك انت دائما تكوني في حاله تفكري ايش ابغى اقدم بكره، ايش ابغى من حاجه جديده، يو وانت تو كيپ ذم اكسايتد كمان، ما تبغي تمليليهم انك كأنك تعطيهم معلومات وكذا. فانا بالنسبه لي اتس ا جوب، فيها عناصر مره كثير، فيها محتوى ينكتب وبعدين محتوى يتصور وبعدين مرحله اديتنج واشياء مره، يعني اشياء مره كثير. الناس تشوف منتج نهائي مده 30 ثانيه، في ساعات قبله عشان يتصور ذا الشيء، وفي ساعات قبله تفكر ايش ابغى اسوي حاجه، مرات تسوي وتصوري وبعدين لما تحط تتفرجي على الشغل لايك ما يشبهني، ايش كان حاصل هنا، تحسي ما تبي تحطي ترجع تعيدي مره ثانيه، فتحصل مره كثير. صعب الموضوع صناعه المحتوى، كثير ناس ما يستوعبوا قديش مره صعب، بس والله it takes hours and days. بس في الاخير ما دام تحب الشيء ده حتستمتع مره وانت تعمليه وبتطلع بنتيجه رائعه صراحه. طب هل بتعتمدي على مصادر معينه للنصايح اللي بتقدميها عن الفاشن، ولا هي ممكن نقول اليوم نصايحك الخاصه؟ حقول لك انا بديت من زمان مره في موضوع اني بديت اشتري اشياء اونلاين واختبر اشياء واجرب واعمل ستايلينج من زمان، من قبل ما اصير بلوجر بكثير. يعني اول مره اشتريت افتكر اونلاين كانت 2009، هذاك الوقت تقريبا ما افتكر مين كان احد ثاني ذي كان شوب اونلاين يعني. فانا احس اني كاني بدات، حد ناس يسالوني من فين جبتي هذا وفين جبتي ذا، اشتريته اونلاين ايش الموقع ما ادري ايه، فايز لايك لسه ما كان زي دحين. فملاك من كثر ما اخذت يعني خوازيق واشياء واغلاط سويت قبل ما اوصل لمرحله صرت انا مره افهم. فايز تشارك الناس التجارب، الحاجات الغلط اللي مرت بيها لا تمروا بيها دحين انتم، فمعظمها اشياء شخصيه، لانه لاحظت انه متابعيني انا يحبوا يسمعوا اشياء تجارب شخصيه اكثر من انك تعطيهم معلومه. عرفتي؟ صح. فاحط لهم المعلومه جوا التجارب الشخصيه and it worked. حلو. والجميل في الموضوع يعني انت مو مثل اي بلوجر او اي فاشن ستايلست، انت مهتمه جدا بموضوع الاستدامه في الموضه، فياريت تكلمينا اكثر عن هذا الموضوع. والله انا احس انه هذا الموضوع المفروض كل احد في العالم مش بس مهتم بالفاشن يتعرف على هذا الموضوع ويديك ان ديبر ذان ذس، لانه الناس مو ناس كثير تتكلم عن ذا الموضوع، او لسه في العالم العربي ما يتكلموا مره كثير، بس برا بيتكلموا مره كثير وبتحصل تقريبا ثورات وبلاوي على ذا الشيء. طبعا الفاشن ثاني مصدر ملوث البيئه، ناس مره كثير ما تعرف ذا الموضوع. في حاجات صغيره احنا كمستهلكين نقدر نعملها عشان نصير مستهلك افضل ارفق للبيئه. فانا دائما بدي نصايح ايش الاشياء الصغيره مره اللي كل واحد يقدر يعملها، عشان لو كلنا عملناها وتقسمت على ملايين ناس حتعمل فرق مره حقيقي. زي ايش؟ علمينا. انا اقول لك زي ايش؟ زي انك انت لا تشتري كل سيزون ملابس جديده. انا اي دونت دو ذات. وانا كمان. ولا تلبس، مو لازم تلزمي بالموضه انك مثلا دحين طالع موضه هذه الالوان 3 1 2 3 4 كلها ابغى اجيبها وكلها ابغى البسها. فهمتي؟ طبعا دحين مع الفاست فاشن وكل الموفمنت اللي صاير كل شيء مره سريع. صح. في اسبوع ولا اسبوعين تروحي محلات الفاست فاشن تلاقي كولكشن جديد نازل، ما لحقنا اشترينا كولكشن الصيف نزل كولكشن الشتاء. يعطيك هذا الشيء احساس في اللاوعي عندك ان اللبس اللي عندك صار قديم، لازم تجيبي جديد، هي رساله هم وجهوها لك هي، فانت تعتقدي لازم تجيبي جديد اللي عندك صار قديم. فما تلبس اللي عندك وتشتري شيء ثاني جديد وتفضل السايكل هذا اوفر اند اوفر يستمر معاك، وانت ما انت حاسه تلاقي نفسك مستهلك من جد، يعني مستهلك زياده عن اللزوم قاعد يستهلك. والاستهلاك الزايد هذا، الانتاجيه الزياده والاستهلاكيه الزياده بتدمر الكوكب، والناس مو كثير يعرفوا عنها. نيرفانا كمان ممكن اذا كانت عندنا قطع قديمه او لبسناها ما نبغى نكرر هذه القطعه نعيد استخدامها، يعني نغير الموديل الموجود فيها. يسموها بسايكل، هذه تتطلب مهاره، تتطلب مهاره مره جامده. وديها خياط عادي. ممكن توديها الخياط، ممكن تتبرع فيها للناس، ودحين صارت في كمان
يعني انا كمان حامل تعاون دحين قريب مع كثير صرت في مؤسسات تعطيهم انت القطع اللي عندك هم يعملوا لك ابسايكل ليها ويبيعوها للناس وكثير جزء منها يكون عمل خيري يعني في اشياء دحين كمان في السعوديه مره اشياء كثير صايره مره محمسه ممكن تبيعيها الناس احس الناس مو كثير يفهموا يعني مو كثير مو ما يفهموا بس مو كثير يتقبلوا ذا الموضوع وانا دحين صرت مؤخرا كثير اتكلم عنه وكثير احطه عندي في الحساب وانا استقطع المستعمل ان اشتريها عاده سواء من مواقع او من اماكن معينه لما اسافر ادخل اماكن الاشياء المستعمله وتلاقي قطع استحاله تلاقيها جديده صح اشياء الفينتج القديمه فيها it has this beautiful feelings of that يسموها pre loved piece لانه في احد قبلك كان لابسها it has a story بعدين انت اخذتيها and you create a new story عارفه صح هذه الحاجات كمان هذه مره اشياء بسيطه تخليك مستهلك احسن بدل ما تفكر كل شيء تبغى تشتريه جديد نستخدم الاوريدي موجود وبعدين يفكر ان شاء الله يعني ان شاء الله بس نقتنع مع الايام يعني بنحاول هي ترى هي والله هي شويه بنحاول. شويه شوفي اقول لك حاجه مو لازم تسوي 1 2 3 4 كلهم if there is one thing you can do do this one thing ان شاء الله مستقبل باذن الله طب ايش اكثر القطع اللي تنصحي البنات انه لازم تكون موجوده وضروري جدا تكون موجوده في دولاب كل بنت انا بالنسبه لي حقول لك انا بالنسبه لي قطع كلاسيكيه مره مهمه قطع كلاسيكيه اللي هي زي ساعه كلاسيك شنطة كلاسيك اللي هي كل القطع اللي انت تكوني عارفة انك تقدري تلبسيها في النهار وفي الليل وفي كل الفصول والقطع دي مليانة بليزر اسود بنطلون جينز ذات فيتس البنطلون اللي لما تلبسيه تحسي عارفته في واحد اي كيت وان بير اوف جينز لما تلبسيه تحسي انك خلاص يحولك ديك الشخصية يو هاف تو هاف ذس لسه ساعة كلاسيك ليتس سي الجزم اللي هي تكون لونها كانت نود او اسود البامبس هذه الكلاسيكيه اللي تقدر تلبسيها مع كل شيء وكل هذا انا بالنسبه لي كل القطع دي لو حتشتري منها وعندك في دولابك استثمري فيها اشتريها من براندات مره كويسه تعيش معاك فتره مره طويله عشان ما تضطري كل شويه تبدلي طب خلينا نتكلم يعني انت جايبت لنا هنا القطع هل نعتبر هذه القطع هي من القطع الاساسيه الموجوده هذه انا حقول لك هذه ايش قصتها هذه دحين القطع دي اللي قدامك المفروض ان هي الترند حقت خريف وشتاء السنة هذه القطع دي لو تلاحظيها كلها يمديها تتلبس في أي وقت في ترند في يعني الترندز اللي نازلة دحين في منها ألوان مرة كتير في منها ليلي لافندر وبلو بالعادة هذه الألوان ما تكون موجودة في فول وينتر أبدا السنة دي موجودة من ضمن الألوان اللي موجودة البنيات بدرجاته والرصاصي والأصفر أنت عارفة البانتون السنة هذه طلع لونين مختلفين اللون الرصاصي واللون الأصفر عشان يستخدم السنة دي كلها اللونين دول يرمزوا للامل والهذا نظرا للظروف اللي حصلتنا في حياتنا دحين اي مع كورونا مع كورونا وكذا فانا جبت هذه الاشياء عشان اوريكي بس كيف نقدر نلبس الكوت وهذا ونحط عليه كمان الشال الاصفر هذا على اللبس وانت حسيتي لابسه شيء على الموضه مع انها قطعه تعتبر مره كلاسيكيه يعني هذه قطعه انا ما اشتريتها مقاطع الموضه اشتريتها مره من زمان بس يستل كان تقدري تلبسي اشياء اوفر اند اوفر تلبق الاشياء اللي على الموضه تبي تكوني معاها من اشياء اوريدي موجوده عندك في الدولاب موجوده عندك في الدولاب صحيح بدون ما تخسري طب مؤخرا شفنا موضه السبعينات والثمانينات رجعت جداً. بس بشكل مختلف فكيف بتشوفي هذه الموضه اشوفه مره جميل صراحه اي حاجه ريترو في اقول لك اي شيء ريترو اي شيء فينتج اي شيء ريترو اتس اميزنج صراحه الجينزات شارلستون رائع اعشق رائع هذا البودكاست صراحه مريع أنا زيك عاشك لاحظ العصلي على طول طلع عندنا هنا في الفيديو أحس كل شيء قديم رائع بالنسبة لي أنا طب إيش أحدث الصيحات الغريبة في عالم الموضة وهل فعلا أنت كشخصية نيرفانا بتميل لأي شيء غريب طالع في الموضة لا 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 أنا أقول لك ناس مرة كثير عشان يحسوا وهم مهتمة بالفاشن تحب الفاشن مرة المفروض أني أسوي أشياء غريبة وألبس لبس غريب أو في اشياء كثير لا صراحه ما يعني انا ما اقبل البسها او ما ينفع الاشياء الشفافه زياده على اللزوم دحين طالعه مره موضه دحين او انك البنطلون اللو ويستد اللي مره لو ويستد اللي كل شيء اولموست منه يبان انا بالنسبه لي انا الشخصيه كنيرفانا اللي يبغى يلبس هو طبعا حر بس انا بالنسبه لي هذا منظر غير لائق رجعت موضه اللوست رجعت اللوست والله ما تبغي تلبسي ولا انا ابدا ما ابغى ترجع اساسا حلو فأنتي مو مع الغريب مع الشيء المرتب يعني الحلو. شوف أنا أقول لك حتى الغريب لي وقته لي مكانه
في بعض الايفنتس المعينه تتطلب منك انك يعني يو وانا شو بيبل ايش 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 يعني لو انت رايحه فاشن ويك ما حينفع تلبسي عادي اتس بورينج فاهمه قصدي زي البدقاله بس اكزاكتلي زي القاله والاشياء دي بس في بعض بس في 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 اليوم كل يوم يعني ممكن يطق معك مثلا تلبسي فستان منفوش وانت رايحه غدا مثلا هذه اسويها مرات كذا احس انه انا فيل لايك او ماي جاد اليوم صح من النوم شايفه نفسي مره حلوه وابغى البس مره منفوش عادي ممكن اسويها حلو صراحة نحن نيرفانا استمتعنا كثير معك واستفدنا كثير كمان من نصايحك شكرا لك على تواجدك معنا مرة شكرا لك كل على التوفيق الله يسعدك حبيبتي مرة شكرا واجبنا. Thank you so much شادين مكملين معاكم بعد الفاصل الشباب يشاركون في مهرجان في قرية رجال الماء ننتقل الآن إلى جنوب السعودية وتحديداً قرية رجال الماء حيث يحضر المسرح الفني على هامش مهرجان رجال الطيب وهو مهرجان ثقافي يسلط الضوء على ثقافة المنطقة وتقاليد أهلها الشباب كانوا جزء رئيسي من هذا المسرح لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع عبر سكايب أرحب بضيوفي الممثلة ريما العدنان والممثل عبد الوهاب فندي أهلاً وسهلاً فيكم وأحييكم صراحة على الإبداع اللي شايفينه وخليني أبدأ معك ريما كلمينا شوية عن هذا المهرجان والأجواء اللي انطلقت فيه يا أهلين يشرفني صراحة أني أكون معاكم في هذا البرنامج طبعا زي ما أنتم شايفين أنا في أحد الحصون الموجودة في منطقة رجال الماء المهرجان اسمه مهرجان الطيب أقيم عن طريق وزارة الثقافة يتكلم عن عادات وتقاليد المنطقة المهرجان مليان عروض عروض فلكلورية عروض مسرحية وعروض كمان في عروض بصرية زي الإسقاط الضوئي والإسقاط الضوئي يتم عن طريق يستعرض في الحصون اللي موجودة في رجال الماء ما شاء الله تبارك الله طب كلمينا يعني إيش نوعية الأعمال المسرحية اللي تشاركون فيها وأيضا الشخصية اللي تقمصتيها الأعمال أعمال ثقافية تتكلم عن عادات وتقاليد ومراسيم الزواج في رجال الماء قديماً الشخصية اللي أتقمصها أنا شخصية حالية حالية هي شخصية قديمة وعلى أنه هي رأس الزواج وبيتم زواج حقها من فايع اللي هو شاب يافع متحمس ومعروف في القرية وكل اللي بالقرية يحبونه وبهكذا تتم المراسيم مراسيم الزواج يا بختها حالية طيب شخصية حالية أيضا هي تستعرض مثل ما ذكرتي مراسم الزواج وتقاليد المنطقة عرفينا عليها أكثر نحن مهتمين صراحة نعرف هذه التقاليد ما شاء الله التقاليد جدا كثيرة وتحمس ومرة حلوة طبعا الزواج عادة في منطقة رجال الماء يستمر لثلاث أيام اليوم الأول المشطة اللي هي ليلة الحنة زي احنا نسميها ليلة الحنة وقتها العروسة تكون تتزين اليوم الثاني اللي هو يوم المراح واليوم الثالث يتم في بيت العريس طيب عبد الوهاب أنت أيضا قدمت كثير من الأعمال السابقة نبى نعرف المختلف في هذا العمل أولا المختلف والمميز في هذا العمل أنه العمل أقرب إلى الناس من الأعمال السابقة كثير يعني العمل يحكي عن طقوس شعبية يعني كانت في السابق يحكي عن طريقة بناء البيت سابقا يحكي عن طريقة طقس الزواج وما إلى ذلك أيضا أنه العمل أتاح لي الفرصة العمل مع أعداد كثيرة من الممثلين وهذه أيضا أحد المميزات التي ينتظرها الممثل طب يعني عبد الوهاب أنتم ما شاء الله عليكم تعملون في خلفية فنية رائعة جدا في رجال الماء فماذا يمكن أن يضيف المكان لعمل مسرحي من هذا النوع؟ باعتقادي أنه ما تضيف هذه الخلفية وهذه الحصون تضيف الواقعية الشديدة والمصداقية في أننا الطقوس التي نعملها خصوصا طقس البناء مثلا ك
كان يعمل في مثل هذه الحصون وبهذه الطريقة بنيت هذه الحصون. وأيضا يضيف الكثير من الجمال مثل ما تلاحظون يعني النوافذ في الخلف وطريقة تصميم النوافذ وطريقة تزيين النوافذ، فأكثر من كونه شيء واقعي يضيف أيضا جمالية عظيمة على العمل. ما شاء الله تبارك الله. طب نبي نعرف الدعم الذي تحصلون عليه كممثلين في الفترة الأخيرة خصوصا مع اهتمام ودعم وزارة الثقافة. أعتقد ما تقوم به وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية، ممثلة يعني في هيئة المسرح والفنون الأدائية، ما تقوم به من عمل وجهود في تدريب وتطوير المسرحيين في مختلف مناطق المملكة، هو مجهود قوي وبإذن الله أنه يعود بالثمر ويعود بالنتاج يعني ينعكس على شباب المملكة بإذن الله. الهيئة حاليا تقوم بتدريب الشباب في مختلف مناطق المملكة، وايضا ننتظر الاكثر والاجمل من الهيئه والوزاره باذن الله. اكيد وانتم تستاهلوا، ما شاء الله عليكم ابدعتوا في هذا المهرجان. طب خليني ارجع لك ريما، بداتي من الاعلانات واليوم وصلتي الى المسرح، فنبغى نعرف الفرق بين هذه التجربتين. الفرق جدا شاسع. اولا المسرح شغف، وغير كذا جمهور المسرح هو اللي يحمس الممثل انه يبدع اكثر. فالمسرح كمان يعطيني مساحه انه اقدر اجمع بين التمثيل والغناء والرقص عكس الاعلانات. كمان جمهور المسرح يستخدم حواسه الكامله البصريه والسمعيه وكل حاجه، فانا اشوف الامباكت او الانطباع اللي يعطيني المتلقي يشجعني اكثر اني اكون متحمسه للمسرح اكثر. ما شاء الله جدا ممتنة. جميل جدا ما شاء الله. كيف الاجواء عندكم؟ قاعد اشوف الشايله تطير. اي مره جميله الاجواء، واضح الجو مغيم والاجواء جميله جدا عندكم، ان شاء الله تتهنوا فيها ما شاء الله تبارك الله. طب ايش هي الفعاليات الاخرى بخلاف المسرح في موقع المهرجان؟ زي ما قلت لك اول، فيه عروض فلكلورية ما شاء الله فرق بعدد كبير جدا تجينا. كمان العروض البصريه اللي قلت لك عليها، التقنيه عاليه ما شاء الله. الحصون هذه تقريبا كل يوم يكون فيها عروض بصريه اللي هي اسقاط الضوئي. وهذه العروض والمهرجان مستمر الى متى ريما؟ هي ابتدت من يوم 13 سبتمبر وراح تنتهي يوم 27 بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طب عبد الوهاب، نبغى نعرف يعني تفاعل الزوار والحضور لهذا المهرجان والعروض المقامة في هذا المهرجان، كيف كانت معاكم أيضا، كيف انعكست عليكم كفنانين؟ في اليومين السابقين كان الجمهور متفاعل جدا، كان يشعر انه يرى نفسه او يرى اجداده مثلا في مثل هذه العروض. ايضا الاعداد كبيره جدا ويعني كثير جدا، ما وجد مكان لكي يحضر العرض، بالاضافه انه في العرضين السابقين وجدنا تفاعل كبير من الجماهير، يعني بهجه ودهشه ويعني عمل بهذا العمل يعني، وإن شاء الله نستمر إلى آخر يوم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طب هل في أعمال قاعدين تحضرون لها بعد هذا المهرجان في مناطق مختلفة من المملكة، أشياء حصرية نقدر نقولها اليوم؟ بإذن الله القادم أجمل بإذن الله. يعني ممكن نشوفك في التلفزيون مسلسلات أفلام سعودية؟ هو الشغف بالمسرح يعني، والمسرح هو الشغف. ما دونه لا يعني ممكن، ما أعرف والله، ممكن. إن شاء الله نشوفك عندنا في مسرح الثقافة والفنون ونشوفك مسرحيات كثير. طيب ريما، البنات بعد ما شافوك ما شاء الله تبارك الله وأنت تمثلي على المسرح، وأنا أعرف أن رهبة ووقفة المسرح مو هينة أبدا وصعبة كثير خصوصا للبنات الشابات اللي مثلك، فاللي حابين انهم يدخلوا هذا المجال، وش النصايح اللي تقدميها لهم؟ اولا انا جدا ممتنه انه اتيحت لنا فرصه زي هذه، يعني انت عارفه
قبل فترة كان ما كان مسموح للمرأة أنها تطلع المسرح السعودي. أنا جدا ممتنة إنه أتيحت لي هذه الفرصة، وأنا متأكدة إنه السعوديات والسعوديين عندهم مواهب عندهم قدرات وما بس يحتاجون توجيه. أنا أقول go ahead، يعني أنتم ما تعرفون إيش يصير، أنا بالمسرح أنسى نفسي، ما جدا شعور جميل، هو شغف في النهاية. أكيد طبعاً نحن في ساعة شباب نتمنى لكم كل التوفيق يا شباب، وفعلاً مهرجان أكثر من رائع، وكنا نتمنى حضوره، ولكن للأسف إن شاء الله القادم أجمل، وإن شاء الله الجيات تكونوا عندنا في جدة. شكراً لك ريما، شكراً لك عبد الوهاب، يعطيكم ألف عافية. شكراً، شكراً لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل عالم الراب يضم الكثير من المواهب الشابة. عارفة راح تجيني كل حاجة أنا تمنيتها، الدنيا راح ترويني بنيتها، ماني محتاجة اللي يكملني، ما حيفرق كلمني أو ما كلمني، مبسوطة من أخطائي الدنيا تعلمني، المواقف مدرسة هي تفهمني، حتى الميكب ما أحتاجه يجملني، العالم صار متشابه بس ما يشملني، لما تتعقد لي أمور أكتب وأغني، شايف الحياة من زاوية بشكل فني، ليش تفكر وتتعني، ظنيت فيهم خير بس للأسف خاب ظني. وليش تفكر وتسعني، ظنيت فيهم خير بس للأسف هاب. عارفة مقدار نفسي أسراري، دارك مداري لو كنت ما تداري، عارفة مقدار نفسي أسراري، دارك مداري لو كنت ما تداري، عارفة راح تجيني كل حاجة أنا تمنيتها، الدنيا راح ترويني. الراب وعالم الراب أصبح جاذب لعدد كبير من الشابات اللي وجدوا أنفسهم مستمتعين بهذا النوع من الفن، أيضا يعطيهم مساحات كبيرة للتعبير عن شعورهم أو مشاكلهم. وعلى الرغم من صعوبة تقديم عمل كامل جيد في ظل وجود تنافس كبير بين الشباب والبنات في هذا المجال، ضيفتنا حاولت تجد لنفسها مكان بين عشاق الراب، وصراحة أبدعت. اسمحوا لي أرحب بالرابرز، أهلا بيلا مندمير. هلا وسهلا، منورتنا بيلا. منور بيكي. إيش معنى بيلا مندمير؟ بيلا مندمير، مندمير كلمة تاني ضوء القمر على البحر في الليل. الله حلو، حبيت المعنى. طب من هي بيلا وليش اخترتي بالتحديد فن الراب؟ يس بلا، أنا أعتبر نفسي عاشقة للموسيقى واخترت الراب لأني حسيت الراب مجال الواحد ممكن يبدع فيه، ومن ناحية ألحان كلمات حبيت اللون هذا، حسيت أنه كبداية احترافي للغناء أنه جيد معي اللون. يعني أنت أصلاً بالأساس صوتك حلو تغني، يقولوا لأني أنا أشوف اللي يغني راب هو يعني ما يحتاج صوت حلو، انه كان قاعد يتكلم انا رحت وسويت وعملت وجد. Yes. عرفتي بس اكيد النبره تفرق. يا الاداء يفرق. وممكن انا ما صنف نفسي رابر، بس انا رابر وسينجر، يعني انا برضو في الار ان بي في البوب اقدر اغني. حلو، هذا فرق كبير بين مغنيين الراب. طب انت تعلقتي بهذا الفن من وانت صغيره، هل في احد معين يعتبر مثل اعلى لك في هذا المجال، هو اللي خلاك تحبين هذا المجال؟ والله كل الفنانين العظماء مثال لي، يعني اني انا اعطوني انسباير اكثر في المجال هذا. زي مين مثلا؟ ناس كثير، ممكن دريك، بيونسي. الله، ناس جدا عالميين. حلو، طب متى بدأتي فعليا بخوض تجربة تسجيل الأعمال الخاصة فيكي؟ تقريبا منذ سنة اني انا بدأت اسجل، تعاملت مع استديوهات وكذا. الفيديو كليب اللي شفناه هذا اول عمل لك؟ هذا ثاني عمل لي. اول عمل لي كان مع شركة ريل توك، وانا مستمرة اشتغل معهم، وجه لهم تحية طبعا. و أكيد في أغنية جديدة قاعدين نحضرها سوا الحين.
حلو. طب ايش رايك نغني شيء؟ اوكي يلا اوف كورس يلا نسمع. Let's go. Listen. I'm on fire. جواب تتربل. بخلي الكل دانس هنا وإذا هابي مود يفوز الفايب بدون ضرائب بخذة كل اللود. أبا هيت ناو على البيت وديني. As you know لا جيك ولا جيني. Number one رقمي طالع عايز البينا زيني. بس الداون أنا بيلا مايكل جاكسون تريلا. أيوة مزة بس من جوا جودزيلا. كلام اللغم من الفم أما فلا كيم كي ولا كايلي جينا. كلام الناس المباق عشر جلة فايدة ورايقة دايما مع عشلة. نص الليل نوري سطع كني هلا. فايبي عالي كني في كوتشيلا. دخل الجيم لك ذا ريس بالبقاري. بالزهير مين يواجه مين يباري. أقدم هيتس بالأطنان وحسابي جاري. أطلع لي بالنادي والميوزك ساري. Listen I'm on fire جوك تتربل. بخلي الكل دانس هنا وإذا هابي مود يفوز الفايب بدون ضرائب بخذة كل اللود. أبا هيت ناو على البيت وديني. As you know لا جيك ولا جيني. Number one رقمي طالع عايز البينا سيني. بس الداون أنا جيت كوتشي أم فيت. شي جديد انسى الماضي برزليت. أسوار حديد لكن عمري ما بكيت. قوة قلب وحدة زي ما لقيت. فجأة صحيت ولقيت المايك قدامي. ما عندي ريوس كله ماشي دفع عمامي. ما عندي برين ستورم عند عصر تسونامي. عالي قرامي دامي وقفة فوق أهرامي. جيبوا لي اي فايب اي كل ام دابس والباقي تشل. كابو صاغي او روبشل فوق أهرامي بلوي بل. وتشي شوز اور شانل شاري وان انا شاري امل. كردو كشتوس هذا البل شاك العلم بس هيا شل. لسن امون فايا جوك تتربن. بخلي الكل دانس هنا وذا هابي مود يفوز الفايب بدون ضرائب مخذة كل اللود. ابا هيت ناو. واو كيو. حبيت مقطع من برا مزة بس من جوا جودزيلا. واو صراحة عجبتني الكلمات. Thank you. بلا فبسألك يعني أول سؤال جاء في بالي مين اللي يكتب؟ أنا أكتب الكلمات وبيساعدني فيها الاستوديو اللي أشتغل معه والغوست رايتر بيعدل أشياء مرة كتير. طب يعني أول ما تجي مثلا تجي في بالك أبغى أنزل أغنية جديدة خاصة فيها إيش بتسوي؟ كيف بتكون التحضيرات؟ من وين بتستلهم الكلمات؟ إيش يعني أنا أعرف إن فن الراب غالباً يتكلم عن قضايا اجتماعية شخصية يحاولوا إنهم يعبروا عنها من خلال الموسيقى. هذا هو فن الراب. فأنت كيف بتختاري قضاياك؟ الأغنية تبدأ بفكرة. تكون الفكرة هذا نحضر عليها لحن، نحضر عليها توزيع، نحضر عليها كلمات، والغوست رايتر والاستوديو نبدأ نسوي نهندس الصونج ونظبطها. لا بس حلوة الكلمات عجبتني. Thank you so much. لمين تهدي هذه الأغنية؟ أهدي أول حاجة لكل الناس اللي يسمعوني ويحبوا أغانية. تهدي البنات كده تقويهم. الحمد لله عندي بنات كثير يحبوا أغاني ويسمعوني. حلو. طب كم عدد الأغاني اللي سجلتيها إلى الآن؟ حاليا أنا اشتغلت على 3 songs 3 أغاني. وشغالة على أغنية جديدة كمان. طب تعطينا تفاصيل حصرية من أغنيتك الجديدة؟ والله أغنيتي الجديدة أنا ما كنت أحد سمعها وناس كثير كانوا يبوا تسريبات منها ومرة تعبت عليها السونج هذه. يعني قاعدة فترة الحين أنا أشتغل عليها عشان تطلع بأحسن صورة إني ما أنزل سونج وخلاص يعني. فممكن برضو من كلماتك وألحانك؟ يس الألحان غالبا تكون ألحان برودوسر إنه جاهزة بس أنا أعدل عليها كثير في الأصوات والألحان في الميوزك اللي أحبته يكون في السونج. تبي تعطينا شيء حصري من هذه الأغنية؟ أكيد يلا نسمع. أبغاها تعدي وأشوف معاك مصيري.
عايشة حرب بيني وبين ضميري. جيني بحلم وانا فوق سريري ممثوثة معرف فين قريري. حاطة ألف وألف ذنب لي لأني بك مفتون. صاير انت تهمني بلاس لاي تنمون. طول يومي تندهلي وعقلي يقول لي ليتس جو وحلمي بس ينتهي أول ما اصحى من النوم. يا ضايع وقتي مع قولي وش باقي. السكة طويلة رايح جاي قولي وش باقي. دراما قديمة تعزف ناي قولي وش باقي. قولي وش باقي هذا الشي اللي في بالي. قولي وش باقي باقي الطريق اللي باقي ما مشيناه. قولي وش باقي باقي نعيش اللي فات وما عشناه. قولي وش باقي ناخذ منك اللي باقي ما اخذناه. قولي وش باقي عمري ما بستنى لا تستناه. قولي وش باقي وش باقي. حلوة حلوة حلوة. طيب أهلك وأصدقائك كيف تعاملوا مع تجربتك في عالم الراب خصوصا أن نشوف يعني قليل بنات في هذا العالم؟ الحمد لله أنا ألاقي الدعم والحب من أهلي وأنا دائما أحرص أن يكون أول المستمعين لأعمالي وبيحبوها ويسمعوها. جميل أكيد نوجه لهم تحية. طبعا المستوى العربي مين أفضل من قدم فن الراب برأيك؟ والله في نجوم مرة كتير ما يعني أنا مكانتي ما أقدر إن أنا أصنفهم إنه هذا كأنه أفضل من قدم في فن الراب. طب مثل أعلى خلينا نقول لك قدوة لك في هذا المجال. أعذريني ما أقدر أحدد شخص معين لأنه في نجوم كتير فما بقى إني أنا أقلل من حق أحد إني أنا أذكر شخص معين. أحب الإجابات الدبلوماسية. طيب فين ممكن ياخذك طموحك في هذا المجال؟ أتمنى أني أنا أوصل الراب لمكانة أكبر عربياً وأني أنا أكون عالمية أكثر. طب تشتغلي على هذا الموضوع؟ يس أنا أحب أغني بالإنجليش برضو وعندي ممكن أجرب ممكن يوم أسوي أغنية إنجليش. It's okay. حلو. يعني هل ممكن نشوفك على المسرح قريب بتأدي فن الراب وقدامك جمهور كبير جداً؟ يسعدني وكان لي تجربة على ستيج في ميوزك سبيس كانت تجربة الحمد لله مرة ناجحة واتمنى ان شاء الله يكون تجربة افضل واكبر من هذا. كيف شفتيها؟ لانه دائما احس فن الراب يحتاج جمهور. نعم. فكيف كانت هذه التجربة بالنسبة لك؟ والله جمهور الراب ترى جمهور كبير مرة لا تستهيني مرة فيه. صح ويعني جمهور وفي للنوع هذا من الميوزك ومرة داعم للفنانين. والله أنا قاعدة أشوف أنه بينتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة صاروا عندنا فنانين شباب وبنات هذا النوع من الفن. الأغاني خفيفة وسهلة وتنحفظ بسرعة. قاعدة أردد أغنيتك الأولى فجميل. هي تعلق أوقات الأغاني تمسك مع الواحد. طيب كلمة تحبي توجهيها للبنات اللي حابين فعلا هذا الفن ونفسهم يكونوا جزء منه؟ صحيح. أنا أقول لهم إنه لازم يكونوا أقوياء وعندهم الإصرار والإرادة إنه هم يحاولوا إلين ما ينجحوا في المجال هذا وإنهم حيقدروا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ونحن نتمنى لك كل التوفيق بالله وإن شاء الله قريبا نشوفك على المسرح ونحضر لك مهرجانات عربية وعالمية. تسلمي وأنا سعيدة بتواجدي معاكم في قناة روتانا وسعيدة إنك مستضيفتني. حبيبتي نحن أسعد شرفتينا ونورتينا. تسلمي. أنت القمر والله. حبيبتي جميلة أنت كمان. مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا اليوم وبكرة إن شاء الله حنكون على الموعد. لا تنسوا تتابعونا على إنستغرام البرنامج الظاهر على الشاشة وأكيد رح نختم حلقة اليوم بأغنية من الفنانة بيلا. ماني محتاجة اللي يكملني ما حيفرق كلمني أو ما كلمني. مبسوطة من أخطائي الدنيا تعلمني. المواقف مدرسة هي تفهمني. حتى الميك اب ما أحتاجه يجملني. العالم صار متشابه بس ما يشملني. لما تتعقد لي أمور أكتب وأغني. شايف الحياة من زاوية بشكل فني. ليش تفكر وتتعني ظنيت فيهم خير بس للأسف خاب ظني. وليش تفكر وتتعني ظنيت فيهم خير بس للأسف خاب ظني. عارفة مقدار نفسي أسراري دارك مداري لو كنت ما تداري. يا عارفة مقداري نفسي أسراري دارك مداري لو كنت ما تداري. عارفة راح تجيني كل حاجة أنا تمنيتها. الدنيا راح ترويني زي ما فرصي بنيتها.
بل دافة ما في شي يحزني، حرة بكيفي مرة لا تفكر تأمرني، ماني فاضية للدك تقولي تمرني، وقتي في الاستديو حبه غامرني، بين جدران وأرتاح عارف أسرني، معاشي اللي مفكر إنه كسرني، كل ذكرى في حياتي دايما تلهمني، مدقدقة فلا يغرك صغر سني، ما بشاري ولا